السنة الماضية في رمضان الماضي صار بيني وبين واحد من الشباب خلاف بسيط جدا، انه قال كلمة غلط علي وسكت. انا وقتها والله ما قلت شيء، قلت انا يعني اقوى منها، تحملها في صدري واخليها. احسنت. سوى حركة والله اني استحيت على نفسي، وانا ما قلت له، بس هو عرف يعني بطريقة انه اخطا لي. تقريبا اخذت والله يمكن يومين، ثم ارسل لي رسالة، ارسل لي ايصال، قال تبرعت عنك مبلغ، والله ما ادري كم مبلغ، ريال هلا، ولكن والله انها جاءت في صدري زي الماء البارد. احسنت. وان كانه ما اخطا علي، وانه احسن لي، وانه صار صاحب، صار هو صاحب الفضل. فالارقام الان ظاهره على الشاشه، اللي تبرع عن طريق التطبيق بما تجود به نفسك، باي شيء الله سبحانه وتعالى يفتح عليك. وفي نقطه مهمه يعني اخوي ابو عيد، النقطه هذه عبد الرحمن هو المدخل كان جميل، انه فعلا يعني الرساله اللي وصلها حبيبي فهد، انه اي واحد الان بينك وبينه شيء، بينك وبينه خصومه، يعني مثل هذه الاوقاف لو توصلوا رساله الان، تخيل مثل الساعه 3:30 ليلا، أنه جاك وقف، أنه هؤلاء الأيتام الذين سيرعون ويرعون ويكبرون، أنت سبب فيهم بهذا الوقف الذي يعني مهما كان الإنسان هذا حجر، وتعطيه مثل هذه المعاني، أنك حاضر في حياتي ووجداني، ما أظن أنه ما راح يسامح ويعفو. عليك بوقف اليتامى فخير به يبعث الروح.